الخير هنا هو المال. نعم. فإذا إنسان قدم إليه مال هيك رب العالمين ها بيقول لا من ديها لا والله النبي أيوب عليه السلام ما عمل العمل النبي لأنه أنزل الله عليه جرادة من ذهب قليل ما يحول. قال له رب العالمين وأنت بتحب المال يا أيوب؟ قال يا ربي ليس لنا غنى عن فضلك. أنت الآن مثلك خير من مثل من يقدم إلينا المال. من يقدم إلينا خير لتبليغ الدعوة التي بقدر ما عندنا من علم ضحل. لذلك نحن نقول أكثر من هذا ولكن في حدود طاقتنا. الله يسلمك. حدود طاقتنا. أبو مالك شيخ أبو مالك بيعرف الوضع تو عندنا جلسة. أيضا عندنا وضع يحتاج محادثة بشكل عاجل جدا. شكرا يا أخي نحولك على أبو مالك. أبو مالك خلاص إن شاء الله. أنا ما. أبو مالك إن شاء الله. أنا ما. خلاص أنا بحدد لك الموعد. أنا بحدد لك الموعد. الله يلا. الله يجزيك خير. جزاك الله خير. يلا. أوكي من السلام. لا أدب الزهر. كتاب أدب الزهر. كتاب أدب الزهر. كل ما فيه.